في لفته إنسانية جميلة من النجم الأرجنتيني ميسي قرر تقديم الطعام والمشروبات الغازية والقهوة مجاناً للفقراء والمحتاجين في مطعمه في مدينة بالأرجنتين، خاصة في أيام البرد القارس لأن تعاني الأرجنتين من موجة شديدة البرودة في هذا الوقت الحالي وهي الأسوأ منذ ثلاثين عاماً، ويقدم مطعم ميسي طبقاً من الطعام الدافئ والشراب والمأوى لأولئك الذين ليس لديهم منزل في المدينة. وسوف تستمر هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم مبادرة ليو حتى 19 يوليو على الأقل عندما يتم التنبؤ بتحسن الطقس. رواد تويتر علقوا على هذه المبادرة فقال أحد المغردين الله على أخلاقك. أما مغرد آخر محمد قال أكثر من مجرد لاعب. مشهد مثير حدث قبل غروب الشمس تلقت الشرطه في نياجرا بلاغا عن وجود رجل عالق على قمه شلالات نياجرا الشرطة وصلت متأخرة لإنقاذه بعد إن جرفوا التيار وقع من أعلى الشلال ولكن بالرغم من ارتفاع الشلال اللي يبلغ 188 قدم وجدت السلطات الرجل حياً وهو جالس على صخرة بالقرب من ضفة النهر ولم يعاني الرجل من أي إصابات تهدد حياته وتم نقله إلى المشفى للإطمئنان عليه وعلى حالته بعد الحادثة وبحسب صحيفة "بافلو نيوز" فإن قرابة 25 شخص كل عام يحاولوا الانتحار من خلال إلقاء أنفسهم من أعلى الشلال، لكن هذه المرة الرجل كان محظوظ ونجح واحتفالا بعيد ميلاد لاعب النادي الاهلي شريف اكرامي، احتفل رواد تويتر بعيد ميلاده 36 من خلال اطلاق هاشتاج وحش افريقيا، ومنذ تسعة سنوات يتواجد اكرامي مع النادي الاهلي اذ سانده وتوج معه بالالقاب وحرس عرينه، وايضا في فتره ذهبيه واستمر في مرحله اعاده البناء، وعلقت اميره طه في تغريده كل سنه وحضرتك طيب وبصحه والسلامه ويا رب وعبال مليون سنه يا وحش افريقيا. أما حكيم هواري قال وحش إفريقيا إنت أكتر واحد بحبه في الأهلي من زمان عمري ما غيرت رأيي عشان غلطة ليك أو أي حاجة إنت مظلوم أنا أكتر واحد زعلان إنك ما رحتش المنتخب إنت أحسن قايد كل سنة وإنت طيب يا وحش وبنحبك قوي